يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة النهاردة هيكون عندنا العديد من الأخبار الهامة اللي بتخص بالتحديد النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وقبل مباراة مصيرية بالنسبة للفريق في مشواره الأفريقي، وأيضا هيكون عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. لكن النهاردة الأهم بالنسبة لنا خلال الأيام دي هي مباراة الأهلي وشبيبة الثورة، مباراة مهمة جدا حاسمة في مشوار النادي الأهلي الأفريقي، هتكسب وتصعد يا إما لا قدر الله ما يبقاش فيه توفيق وتفقد الأمل في هذه البطولة، وده اللي ما نتمنهوش إن شاء الله، ونتمنى كل المؤازرة من جماهير النادي الأهلي في مباراة مهمة زي دي. وزي ما احنا عارفين 15,000 مشجع إن شاء الله هيكونوا مؤازرين للنادي الأهلي من استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت القادم، المباراة في تمام الساعة 6 مساء، وهو نفس توقيت مباراة سيمبا التنزاني مع فريق فيتا كلوب الكونغولي، والمباراة هتكون في تنزانيا على ملعب ووسط جماهير سيمبا. كل الفرق في هذه المجموعة عندهم آمال كبيرة جدا في التأهل، ملناش دعوة بحد، الأهم بالنسبة لنا هو تأهل النادي الأهلي إن شاء الله من خلال هذه المباراة. استعدادات قوية جدا على مدار الأيام السابقة وعلى مدار تدريب اليوم وغدا إن شاء الله لهذه المباراة. كلام أكيد هيكون معظمه عن مباراة الأهلي وشبيبة الثورة، لكن الجميل إن في مؤازرة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي وفي دعم كبير جدا من الجماهير بشكل عام، خلينا نقول الجماهير المصرية كلها، لأن النادي الأهلي بيمثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكيد بندعمه وبنسنده بكل قوة كالعادة. في المقابل أيضا نادي الزمالك فريق كبير جدا وفريق محترم وليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا جدا، بنأزره وبنسنده في مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهيبقى شيء مميز جدا في الحقيقة لو الفرقتين إن شاء الله بإذن الله قدروا إن هم يفوزوا باللقبين المهمين جدا، يبقى في مباراة سوبر ما بين الأهلي والزمالك، هتبقى حاجة مهمة جدا، وده طبعا بعد خروج الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وفقد آماله كلها في الصعود من خلال مجموعته، فبالتالي أكيد نتمنى كل التوفيق للأندية المصرية. الفريقين إن شاء الله ياخدوا البطولة بإذن الله، كمان منتخب مصر يقدر يفوز ببطولة الأمم الأفريقية، هتبقى حاجة أكثر من رائعة للكرة المصرية وما حصلتش من سنين كتير جدا جدا جدا. أكيد جمهور النادي الأهلي عايز يطمن على لعيبة النادي الأهلي وبالتحديد الشناوي، وكلام كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت، الحمد لله اطمنا بشكل كبير جدا خلال اليومين اللي فاتوا بالتحديد من أول امبارح بالظبط، واطمأننا وقلنا لكم من خلال الحلقة بتاعت أول امبارح إن الشناوي إن شاء الله ممكن يكون متواجد أساسي في هذه المباراة، مش كمان بس هيكون على دكة البدلاء، بنسبة كبيرة جدا هيكون أحد العناصر الأساسية في مباراة الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري، ده بعد الاطمئنان على حالة اللاعب بالتحديد من الناحية الطبية، وبالتالي النهاردة كمان كان عنده تدريبات إضافية وتأهيلية تقدر تأهله للمشاركة في هذه المباراة، وحارس كبير ورائع جدا. لكن في حالة عدم مشاركة الشناوي، علي لطفي في الحقيقة كسب كل ثقة جمهور النادي الأهلي من خلال مشاركته في مباراة فيتا كلوب بعد ما نزل بديل للشناوي. ومن ضمن اللفتات الجميلة اللي عايز ابتدي بيها حلقة النهاردة، في صورة يا ريت نعرضها يا جماعة دلوقتي، وهي خاصة باثنين من مشجعي النادي الأهلي اللي راحوا مران الفريق النهاردة وأزروا علي لطفي بشكل أكثر من رائع. الصورة هي زي ما احنا شايفينها مع حضراتكم، عاملين زي صور مجمعة للاعب، وأكيد شدوا من أزره وأزروه بشكل كبير جدا من خلال بعض الكلمات الهامة اللي مش بتمثلهم هم بس، لا دي بتمثل كل جمهور النادي الأهلي اللي حريص بشكل كبير جدا على دعم هذا الحارس، واللي أدى بشكل أكثر من رائع وتصدى العديد من الهجمات القوية بالنسبة لفريق فيتا كلوب. فبالتالي دي المؤازرة الحقيقية وده الوعي الواضح جدا جدا من جمهور النادي الأهلي، عارفين جدا مدى أهمية مؤازرة حارس زي علي لطفي. بعد في الحقيقة كان في هجوم كتير في بعض الفترات على هذا اللاعب بعد الدقائق القليلة اللي خدها في مباريات قليلة جدا، فبالتالي ممكن ما كانش موفق فما كانش فيه ثقة كبيرة، لكن في الحقيقة خلاص الثقة كسبها كل جمهور النادي الأهلي في علي لطفي، سواء الشناوي هيلعب
او علي لطفي هيلعب، خلاص اثنين طبعا جاهزين، لكن الاهم ان شاء الله ان اي واحد هيكون متواجد في ارضيه الملعب يقدر يحقق الهدف الاساسي والمطلوب بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي في الصعود لدور الثمانيه، وبدايه خطوات اخرى غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه، وبينتظرها كل جمهور النادي الاهلي حتى الوصول للمباراه النهائيه، والمره دي باذن الله يحقق الفريق هذا اللقب الغالي والتاسع في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كمان من ضمن الاحداث المهمه على الساحه هو امبارح تاهل فريق ليفربول على حساب بايرن ميونخ في من خلال طبعا دور ال 16 مباراه الاياب اللي كانت على الاليانز ارينا ملعب بايرن ميونخ، وفوز كبير لليفربول بنتيجه 3-1 في مباراه شهدت بالتحديد تالق ساديو ماني النجم السنغالي وايضا فان دايك مدافع فريق ليفربول، وكمان صلاح قدر ان هو يعمل اسيست في الهدف الثالث. في المقابل كمان برشلونه قدرت ان هي تفوز على ليون بنتيجه 5-1 نتيجه كبيره، فخلاص الاثنين تاهلوا، وهيكون في قرعه اكيد بكره عشان يكون في تحديد للفرق اللي هتواجه بعض في دور الثمانيه من بطوله الشامبيونز ليج، هذه البطوله القويه جدا في الحقيقه. طيب على مدار الحلقه اكيد هيكون عندنا اخبار مهمه جدا، خلينا نروح نشوف اهم العناوين. إقبال جماهيري على تذاكر مباراة الأهلي والثورة. مؤتمر صحفي للاسارتي غدا. الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم استعدادا لمباراة السبت. لاسارتي يستعرض نقاط القوة والضعف في الثورة الجزائري. الأهلي يدعو وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لبطولة إفريقيا للطائرة. اتحاد الكرة يعلن موعد الموسم الجديد. صلاح ثالث أفضل لاعب في تأهل ليفربول الأوروبي. زي ما بقول لحضراتكم معظم الاخبار اكيد بتتكلم عن المباراه المصيريه بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت، والاكيد باذن الله كل الدعم للفريق في هذه المباراه. زي ما انتم عارفين خلاص الفريق من النهارده دخل معسكر مغلق في مدينه برج العرب. المعسكر ده هيتخلله العديد من الجلسات والمحاضرات من قبل مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني المعاون مع اللاعبين للوقوف على نقاط القوه والضعف اللي اكيد عرفوا بعضها خلال الأيام الماضية، وكمان الوقوف على طريقة اللعب والأسلوب التكتيكي اللي هيلعب به مستر لاسارتي، وخصوصا في ظل مباراة حاسمة زي دي. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله هيكون بكرة المران الرئيسي للفريق وآخر تدريب من خلاله هيتم تحديد التشكيل الممكن مستر مارتن لاسارتي يبتدي به هذه المباراة. أيا كان إن شاء الله مين اللي هيكون متواجد بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في تحقيق الهدف المراد والمطلوب والتأهل لدور الثمانية. خلينا نروح نشوف إيه اللي اتكتب على النادي الأهلي في الصحف. طيب قبل ما نروح نشوف اللي اتكتب على الأهلي في الصحف، دي لقطات هامة جدا من مران النادي الأهلي، ده كان النهارده ولا امبارح؟ ده امبارح. طيب تدريبات النادي الأهلي حضرها كابتن الكبير رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وبجواره طبعا مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ. وفي الحقيقة تدريبات كانت مهمة ومؤازرة أكثر من رائعة من رئيس النادي الأهلي اللي عارف التوقيتات اللي لازم يكون متواجد فيها لتحفيز اللاعبين اللي هم أكيد عندهم الحافز الكافي للمباراة وللتأهل، لكن كمان لما يكون متواجد شخصية كبيرة ونجم كبير زي كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الأهلي طبعا بحكم منصبه، فبالتالي ده شيء هيدي دافع أكبر بالنسبة للاعبين. كمان من غير كابتن محمود الخطيب حضر كمان مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي هذه التدريبات، ده كان تدريبات بالأمس بالتحديد، وشد كمان من أزر اللاعبين وطالبهم بالفوز، وأكيد مستر مانويل جوزيه من الشخصيات التاريخية بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي ما يقدرش ينسى هذه الشخصية اللي قدرت تحقق العديد والعديد من الألقاب والبطولات بالنسبة للقلعة الحمراء. طيب يلا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على الاهلي في الصحف النهارده. الاهرام
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة شباب الثورة بدوري أبطال إفريقيا. الفريق يعسكر بالأسكندرية اليوم، ولاسارتي يحذر مدافعيه من سرعة المنافس. الجمهورية: الإصابات تضرب الصفقات وتراجع كبير في المستويات. الأهلي بدون تغيير قبل موقعة المصير. أوكي. في الأخبار: الأهلي يستقر على خطة حصار الثورة الجزائري. جوزيه يؤازر الفرسان ويوسف يحذرهم والحاوي يقترب من العودة. في الأخبار المسائي: استنفار في الأهلي، الخطيب وجوزيه يلهبان حماس اللاعبين قبل المواجهة المصرية. المساء: انذار شديد اللهجة من لاسارتي للاعبي الأهلي، الأداء الرجولي في التدريبات أو الاستبعاد من مواجهة الثورة. المدير الفني ينتقد رمضان والشحات وأزارو وأجاييه لعدم الجدية. ده مش حقيقي. أوكي. المصري اليوم: الشناوي يقترب من قيادة الأهلي أمام الثورة، رفض الاستغناء عن علي لطفي بنهاية الموسم، والجهاز الفني يجهز مصطفى شوبير. الوفد: الشناوي: لو احتاجني الفريق سأشارك ولو بقدم واحدة. روزال يوسف: الشناوي من الجيم جاهز للثورة، لاسارتي اللاعبين لا تغزلوا الجماهير. اليوم السابع: الأهلي يرفض رصد مكافآت خاصة لتجاوز شباب الثورة في برج العرب. منافسة بين عاشور وندفد للمشاركة في الوسط، والجهاز الفني يؤكد جاهزية الشناوي في حضور الخطيب وجوزيه. في الحقيقة هي أخبار كلها هامة، سواء بعضها صحيح أو البعض الآخر غير صحيح، وفي يمكن بعض الأخبار اللي بتبقى فيها زيادة شوية في العناوين، يعني ما بتبقاش حقيقية بشكل كبير، وإحنا هنعلق عليها أكيد من خلال حلقة النهاردة. لكن نبتدي بالأهرام، واللي بيقول إن الأهلي بيرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة شباب الثورة، وشيء طبيعي جدا. أنت ما بتبقى مقبل على مباراة مهمة ومصيرية زي مباراة شباب الثورة، ومباراة بتأهلك لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي بتبقى بتستعد بشكل قوي، خصوصا بعد ما كان الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل. لكن للأسف رغم الهزائم الأخيرة سواء أمام فريق سيمبا التنزاني أو أمام فريق أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، فبالتالي دي عطلت النادي الأهلي في التأهل مبكر شوية. فطبيعي جدا أن أنت تكون بتجهز بشكل قوي لهذه المباراة. بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم القائمة الخاصة بفريق النادي الأهلي اللي تم الإعلان عنها منذ لحظات بالتحديد، واللي هتكون مستعدة بشكل كامل إن شاء الله لمباراة الأهلي وفريق شباب الثورة. القائمة بتتكون من محمد الشناوي، الحمد لله متواجد في قائمة النادي الأهلي هذه المباراة، ومع علي لطفي ومصطفى شوبير. أيضا حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمر السلية، وكريم ندفد، وناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاييه، وليد أزارو، مروان محسن، وصلاح محسن، وأحمد حمودي. إذن القائمة بالكامل متواجدة، فبالتالي ده شيء جيد جدا. لكن الإضافة بس اللي عايز أقولها عن حضراتكم، مصطفى شوبير هو مش مقيد أفريقيا، لكن أكيد تم اصطحابه للمشاركة في التدريبات، وخصوصا أنه حارس مبشر جدا في النادي الأهلي، و بيقدر ان هو يؤدي طبعا تدريبات قويه كمان مع الفريق الاول. وده تحسبا ان لو لا قدر الله الشناوي مش جاهز بنسبه 100% او نسبه تكون كبيره شويه، فبالتالي مصطفى شوبير يشارك في التدريبات ويساعد علي لطفي ان هو يؤدي تدريباته بشكل طبيعي. لكن خليني اعيد على حضراتكم القائمه مره اخرى: محمد الشناوي متواجد،
علي لطفي ومصطفى شوبير، وقلت لحضراتكم السبب لتواجد مصطفى شوبير في هذه القائمه، وحسام عاشور، وايضا احمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ومحمود وحيد، عمرو السوليه، وكريم ندفد، ناصر ماهر، ومحمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاييه، وليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمودي. طيب دي قائمه النادي الاهلي، وبرده يعني اللي يلفت للنظر في قائمه النادي الاهلي تواجد مروان محسن وتواجد رامي ربيعه. ويمكن امبارح طلع كلام كده ان الاثنين عندهم اصابات، خلينا اقول لحضراتكم ان اصابه مروان محسن اجهاد خفيف قوي قوي في العضله الخلفيه، رامي ربيعه اجهاد برده خفيف جدا، مش هيعوق اي واحد فيهم ان شاء الله على المشاركه طبقا لاحتياجات المدير الفني مستر لاسارتي في هذه المباراه. طيب خلينا نكمل معاكم خبر الخاص بالاهرام، وقلنا ان خلاص الفريق داخل معسكر مغلق، او خلاص هم في طريقهم دلوقتي للاسكندريه، ولاسارتي بيحذر مدافعيه من سرعه المنافس. هو فعلا فريق شبكه الثوره بيمتاز بالسرعه، ويمكن السرعه دي اللي قدرت تساعده في الوصول للنقطه رقم 8 واحتلال صدارة المجموعة في الجولة الخامسة وقبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. لكن إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن مدافعي النادي الأهلي أو الفريق بشكل كامل يكون عارف كل النقاط القوية في صفوف فريق شبيبة الثورة عشان يقدر يتعامل معها بشكل أنسب إن شاء الله بإذن الله، وبإذن الله يكون الفريق موفق في تخطي هذه العقبة الصعبة بكل تأكيد. ممكن البعض يقول لك صعبة ليه، فريق مش قوي قوي، لا الظروف كلها اثبتت ان هو فريق جيد، والدليل زي ما قلت لحضراتكم ان هو متواجد على قمه المجموعه، فبالتالي النادي الاهلي بيحترم كل الفرق وعارف كل مباراه ازاي يقدر يتعامل معاها بالشكل الانسب اللي يقوده للتاهل ان شاء الله، خصوصا ان المباراه دي مباراه مصريه. الجمهوريه بتتكلم على ان الاصابات تضرب الصفقات، وهنا قصدهم ان يعني في بعض الصفقات الجديده تعاقد معها النادي الاهلي جالها اصابات، وده شيء طبيعي وشيء وارد يعني ان يكون في اصابات في صفوف الفريق، لكن ما كانش طبيعي ان هو يكون بالكم الهائل ده، لكن خلاص تم التعالج او تم التعامل مع الموقف لمعالجه هذه الظاهره يعني. لكن الجزئيه الاخيره او الجزء الثاني من الخبر وهو تراجع كبير في المستويات. انا نفسي نفصل ما بين إن الفريق خسر مباراة وإن الفترة كلها بمجملها الفريق ماشي كويس، يعني أوكي النادي الأهلي ما بيقبلش أو جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش إن هو يخسر مباراة، لكن مش معنى إن أنت خسرت ماتش تنسى الماتشات اللي قبلها كلها اللي أنت أديتها بشكل جيد جدا، يعني قبل ماتش مباراة فيتا كلوب اللي أنت خسرت فيه، أولاً المباراة أنت عملها بشكل كويس جدا، ما كنتش موفق بس في إحراز بعض الأهداف. في بعض الفترات ممكن كان يبقى فيه تحفظ طبقاً لرؤية معينة للجهاز الفني. لكن مش معنى ان انت خسرت هذه المباراه تنسى المباراه اللي قبلها اللي كانت امام بتروجيت، عملنا مباراه اكثر من رائعه، فوز 4-0. اه طبعا دي منافسه محليه ودي منافسه افريقيه، هنا ممكن الصعوبه تبقى اكبر شويه، لكن في نفس الوقت مش معنى ان انت خسرت يبقى المستويات بتتراجع او في مشاكل في صفوف الفريق وبعض اللاعبين مش بيأدوا بالمستوى المطلوب، لا الامور ما بتقص بالطريقه دي خالص. ممكن مباراه ما تبقاش موفق فيها بتخلص وبتركز في المباراه اللي بعديها كل التركيز عشان تقدر تفوز بها، لكن المستويات جيدة، النادي الأهلي ماشي بشكل جيد، طبيعي إن أنت ممكن تتعرض لهزائم، طبيعي إن أنت يكون عندك أخطاء تحاول تعالجها، دي كورة يعني بشكل عام، لكن مفيش تراجع في المستويات، وأكيد النادي الأهلي أو كل جمهور النادي الأهلي بيعذر كل اللاعبين إن شاء الله اللي هيكونوا متواجدين في هذه المباراة للصعود إن شاء الله بإذن الله. الأخبار تتكلم على الاهلي بيستقر على خطه المباراه وكيفيه انهاء المباراه بشكل مريح ومبكرا شويه عشان نتخلص من الضغوط اللي ممكن تكون على مدار ال 90 دقيقه كلها. لكن الاهم من كل ده ان مفيش تسرع، ودي تعليمات مهمه جدا من الجهاز الفني قيلت للاعبين خلال الايام الماضيه ان انت ما تتسرعش خالص في احراز الفوز، المباراه 90 دقيقه وارد ان انت تفوز في أي وقت، الأهم إن أنت كمان ما تستقبلش هدف لأن الهدف ممكن يعمل عليك ضغوط أكبر، لأن أنت ساعتها هتكون محتاج إن أنت تجيب هدفين عشان تكسب عشان تتأهل، هو موضوع ما فيهوش مواجهات مباشرة ولا حاجة،
لكن انت عشان بس تخلص المباراه بشكل جيد. كمان الحديث كان على مستر مانويل جوزيه في الخبر ده، وان هو كان متواجد لمؤازره اللاعبين من خلال تدريبات الفريق بالامس في استاد مختار التتش بالجزيره، واكيد تواجد شخصيه كبيره جدا ومدير فني تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي في التدريبات. وفي الحقيقه اللافته جيده منه جدا، لان هو بيختار الاوقات المناسبه واللي ممكن يكون الفريق محتاج شويه ان يشوف شخصيه زي مستر مانويل جوزيه، اللاعبين يعني يشوفوا هذا الرجل يشد من ازرهم شويه، يخليهم ان هم يكونوا عندهم الدافع والحماس في الفوز في هذه المباراه. كمان زي ما قلت لحضراتكم مش مستر مانويل بس، كمان كان متواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ودي اللقطات اللي كانت في استاد مختار التتش بالامس. ده حديث ما بين كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي، مستر مانويل جوزيه، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. اهلاوي قوي الراجل بصراحه مستر مانويل ده، طبيعي يعني الراجل بعد ما حقق كل الالقاب دي بيبين جدا، يعني في مدربين فنيين يحققوا القاب ممكن مع اي فريق، لكن ما بيبقاش في تواصل دائم ما بينه وبين النادي اللي هو عاشقه بشكل كبير جدا من خلال ايام عديده وسنوات عديده قضاها داخل القلعه الحمراء. طبعا لقطات كلها مهمه، وبيسلم او بيصافح على كل العاملين حتى في قطاع الكره وفريق الاول بالتحديد داخل النادي الاهلي. تمام. كمان خلينا نتكلم على بقيه الخبر، وهو بيحذر او كمان كابتن محمد يوسف بيحذر اللاعبين من المباراه، واكيد كابتن محمد يوسف ليه دور كبير جدا من جانب الجهاز الفني بالكامل مع مستر مارتين لاسارتي، وخلاص كل اللاعبين عارفين مدى اهميه المباراه ومدى اهميه الفوز بيها والصعود لدور الثمانيه، وان ده هدف اساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بس انك تصعد دور الثمانيه، لا ان انت ان شاء الله تاخد اللقب. الحاوي بيقترب من العوده، وده خبر جيد ومفرح اكيد بالنسبه لكل الجماهير الاهليه، خصوصا وليد سليمان من اللاعبين المميزين جدا، مش محتاج ان احنا نقول عليه لاعب مميز، هو في الحقيقه معروف بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي مدى قيمه وليد سليمان في ارضيه الملعب، الاصرار والروح الكبيره اللي بيلعب بيها، وفي الحقيقه قبل ما يتصاب كان هو احد العناصر البارزه جدا في صفوف الفريق. فبالتالي هو كان عنده اصابه في اربطه الركبه، ان شاء الله بيتعافى بشكل كبير جدا، وان شاء الله هيكون لائق للمشاركة مع الفريق أعتقد كده بداية من مباراة الزمالك المصرية أيضا يوم 30 من هذا الشهر. نروح للمسا، هو خبر غريب شوية، وهو خاص بأن في أو هما بيقولوا أن في إنذار شديد اللهجة من مستر لاسارتي للاعبين، وان هو بيطالبهم باداء رجولي، وان هو كمان بينتقد رمضان والشحات وازار واجايي، وان هم مش جديين خالص. هل الكلام ده منطقي؟ يعني انتوا دلوقتي بتقروا الخبر اهو معانا على الشاشه، هل انتوا مقتنعين بالخبر؟ يعني شايفين ان ده طبيعي ان مثلا المدير الفني هينتقد لعيبه بعينها، وان هم كمان في التدريبات مش بيأدوا بجديه، وبعدين ايه ده اسامي كلها كبيره جدا، يعني ابرز اللاعبين المتواجدين في الفريق اجايه مساهم بشكل كبير قوي قوي مع الفريق خلال المرحله اللي فاتت من ساعه ما رجع من الاصابه، ازارو اصلا بقاله كتير مش موجود عشان كان مصاب، فالراجل هينتقده ليه؟ مش عارف، هو لسه يا دوب لعب دقائق في ماتش بتروجيت ودقائق في ماتش فيتا كلوب، وعارفين كلنا الحماس بتاع وليد ازارو يعني، وفي التدريبات وفي المباريات وكل حاجه التركيز شويه مع حسين والشحات ورمضان صبحي، لكن برضه هم ممكن لسه مستنيين منهم 100% من مستواهم، ما وصلوش ل 100%، لكن مش معنى كده ان هم مقصرين في حق الفريق اطلاقا. اتنين لعيبه مهمين جدا، واكيد هنشوف مدى تاثيرهم على الفريق خلال المرحله الجايه، لكن الاخبار دي كلها هدفها تهبيط اللاعبين كرويا كده، يعني ان انت تهبط اللاعب وتهبط النادي والجهاز الفني وكلام من ده. وبعدين عايز اقول لحضراتكم على حاجه، هو الفريق لما بيخسر مثلا او بيكسب، هل الفوز او الخساره بتنسب لبعض اللاعبين دون الاخر؟ كلام غير منطقي اطلاقا. فبالتالي دي اخبار مهمه جدا.
طيب نروح للمصري اليوم. طيب كنا بنتكلم على المصري اليوم، بتقول ان الشناوي بيقترب بشكل كبير من قيادة الاهلي امام الثورة، وده اكيد شيء مهم جدا واتكلمنا فيه مع حضراتكم مع بداية الحلقة، ان الشناوي بيتمرن دلوقتي بشكل جيد وان شاء الله هيكون لائق للمشاركة في المباراة من بدايتها بإذن الله، وحتى لو ما شاركش الشناوي ان شاء الله علي لطفي هيأدي بشكل مميز وجيد جدا خلال المباراة. وكمان في نفس السياق الوفد بتتكلم على ان الشناوي قال تصريح ان الاهلي لو محتاجني في المباراة بأي طريقة انا هشارك في المباراة حتى لو برجل واحدة، يعني كلها امور جيدة جدا وروح رائعة من لاعبي النادي الاهلي وبتحديد الشناوي اللي الكلام الكتير خلال الفترة اللي فاتت بعد اصابته في المباراة الاخيرة انه ممكن ما يلحقش هذه المباراة، لكن ان شاء الله الامور كلها مطمئنه بالنسبه للاعب وباذن الله هيكون احد العناصر الاساسيه في تاهل النادي الاهلي للدور المقبل بتحديد دور الثمانيه واستكمال هذه البطوله الهامه جدا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل اخبار وحلقه كلام في الميديا النهارده. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، خلينا نواصل تعليق على الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده وبتحديد اليوم السابع، وبيتكلم على ان الاهلي بيرفض رصد مكافئات خاصه لتجاوز فريق شركه الثوره. هو طبيعي زي ما احنا عارفين ان في لائحه بيمشي من خلالها فريق الكره في النادي الاهلي، وحسب رؤيه طبعا الجهاز الفني بالتنسيق مع الاداره عن اهميه كل مباراه، لكن جهاز الكرة في النادي الأهلي شايف أن اللائحة الحالية كافية ومناسبة جدا بالنسبة للفريق خلال الفترة دي. ممكن لما توصل للأدوار النهائية طبيعي أن يبقى في إضافات، في حاجات تحفزك بشكل أكبر، لكن خليني أقول لحضرتكم لأن فريق النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي مش بيستنوا خالص هذه الأمور أو مش مركزين فيها، هم عارفين جدا واجبهم وعارفين دورهم اللي لازم يقوموا بيه عشان يسعدوا أكيد كل جمهور النادي الأهلي. في منافسة في خط الوسط ما بين عاشور وندفيد، وده شيء طبيعي ومنطقي، أنت عندك العديد من الخيارات بالنسبة لمستر لاسارتي هتختار مين هيلعب في نص الملعب، لكن طبعا ندفيد بيتألق خلال الفترة اللي فاتت، أعتقد هو الأقرب للمشاركة وخصوصا إن حسام عاشور لسه عائد من الإصابة، فبالتالي فرصة ممكن تكون أقل شوية، لكن ده طبعا هيكون طبقا للرؤية الفنية لمستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي. إن شاء الله أي لاعب هيشارك بإذن الله بإذن الله هيقدر يؤدي المطلوب منه ويساهم بشكل كبير جدا في تأهل الفريق لدور الثمانية. نروح نشوف إيه اللي اتكتب على الأهلي في المواقع، يلا. في الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يعسكر اليوم لشبيبة الثورة الجزائرية. فيتو، إقبال جماهيري على شراء تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الثورة بالإسكندرية. الوطن سبورت، لاسارتي يستعرض نقاط ضعف الثورة في محاضرة فنية للاعبي الأهلي. الفجر الرياضي، مؤتمران صحفيان واجتماع فني لمباراة الأهلي والثورة غدا. البوابة سبورت، مدرب حراس الأهلي يؤكد صعوبة مباراة شبيبة الثورة الجزائري. في الجول، فحص لمروان محسن لحسم مصيره من مواجهة الثورة ورفع الحمل التدريبي للشناوي. كورة، أزارو ومروان يثيران حيرة لاسارتي قبل موقعة الثورة. بوابة الوفد، الأهلي ينهي استعداداته
لاستقبال شركة الثورة الجزائري. يورو سبورت عربية، أربع أشياء يمكن أن يفعلها مارتن لاسارتي بين مواجهتي الثورة والزمالك. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يدعو وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لحضور بطولة إفريقيا الطائرة. أكيد كلها أخبار مهمة. خلينا نبتدي بفيتو واللي بتتكلم على الإقبال الجماهيري على تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الثورة. وفي الحقيقة جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى نفسه يحضر كل المباريات للفريق، خصوصا في ظل تخصيص 15,000 متفرج لهذه المباراة. احنا عارفين لغاية أول امبارح كانوا 10,000 بس، كان في محاولات قوية طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية في النادي اللي زيادة عدد الجماهير. بالفعل نجحوا ان هم يزودوا عدد الجماهير، طبعا ما كانش الهدف المطلوب ان هم يبقوا 15 بس، كان نفسنا في 20 او 25 مثلا، لكن كويس جدا ان هم 15,000 متفرج، واكيد هيكون ليهم دور كبير جدا. بالتالي لغايه اول امبارح ال 10,000 تذكره كانوا تقريبا خلصوا، فبعد ما كان في اضافه ل 5,000 اخرين، بالتالي كان في فتح لمنفذ بيع التذاكر عند استاد اسكندريه بمدينة الإسكندرية، وكان في إقبال كبير جدا من الأهلاوية لشراء هذه التذاكر وحضور هذه المباراة. إن شاء الله بإذن الله جمهور النادي الأهلي يكون ليه مفعول السحر في تخطي هذه العقبة القوية والصعبة بالنسبة للفريق في مشواره الأفريقي. الوطن سبورت بتتكلم على ان لاسارتي بيحاضر اللاعبين وبيستعرض معاهم نقاط القوه والضعف، مش نقاط الضعف بس الخاصه بفريق شبيبة الثورة، وده شيء طبيعي قبل اي مباراه بيبقى فيه تركيز كبير جدا من الجهاز الفني وتخصيص بعض اللقطات الخاصه للفريق المنافس لمعرفه اللاعبين المميزين او اللاعبين اللي ممكن يصنعوا الفارق او كمان طريقه اللعب الخاصه بهذا الفريق، وده اللي قام به طبعا الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. وإن شاء الله يكونوا موفقين بشكل كبير جدا في اختيار الأسلوب والاستراتيجية المناسبة لهذه المباراة ولتقدم إن شاء الله لعبور فريق شبيبة الثورة إن شاء الله يوم السبت. في الجول بتتكلم عن مروان محسن، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية أن مروان محسن كان عنده إجهاد خفيف جدا في العضلة الخلفية، مش هيكون عائق إطلاقا في لحاقه بمباراة يوم السبت إن شاء الله. فبالتالي مروان محسن من ضمن الخيارات المطروحه بالنسبه للجهاز الفني، وكمان رفع الحمل التدريبي للشناوي، وده شيء طبيعي علشان اللاعب ان شاء الله يكون لائق للمشاركه في المباراه او حتى يكون متواجد على دكه البدلاء. كوره بتتكلم على ازارو ومروان محسن ان هم عاملين شيء من الحيره عند مستر مارتين لاسارتي. بالتحديد أزارو طبعا إمكانياته كلنا عارفينها، لعيب مهم جدا جدا وهداف، وحتى لو بيضيع أهداف كتير بس لعيب بيعمل مجهود رائع وبيوفر مجهود كمان على عن اللاعبين اللي بيكونوا تحتيه اللي بيساعدوه اللي هم صناع الألعاب يعني. وأيضا بالنسبة لمروان محسن الفترة اللي فاتت ماشي بشكل جيد جدا جدا، سواء في مساعدة اللاعبين في إحراز الأهداف أو حتى في إحرازه لبعض الأهداف. مروان محسن في الحقيقة الفترة اللي فاتت مستواه أكثر من رائع، فبالتالي دي حيره لذيذه شويه عند الجهاز الفني في اختيار الانسب لهذه المباراه. الاثنين مهاجمين كبار جدا، الاثنين دوليين، مروان محسن لاعب دولي بالمنتخب المصري، وليد ازارو كمان لاعب دولي بالمنتخب المغربي. ان شاء الله باذن الله اي حد هيكون موجود فيهم يقدر باذن الله ان هو يحرز اهداف، لان الاهم ان شاء الله ان انت تحرز اهداف في هذه المباراه عشان تتاهل باذن الله للدور المقبل. عشان نطمن بشكل اكبر على الفريق واستعداداته لمباراه شبيبة الثورة، خلينا نروح سريعا لزميلنا محمد طه مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا بشكل اكبر عن استعدادات النادي الاهلي. يا محمد مساء الخير عليك. الو محمد. كل مكان. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليك امير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي طبعا في كل مكان. برحب بيك، وبالتاكيد اليوم اختتم النادي الاهلي طبعا مرانه الاخير قبل معسكر الفريق في الجوله الاخيره لدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك في البدايه واهم شيء هي حاله من الرضا وحاله من التفاؤل وحاله من يعني
تحس كده اللاعبين عندهم ثقه كبيره جدا كويس. لاسعاد جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه. بدا تجمع الفريق اليوم في الثانيه عصرا، وكانت هناك محاضره مع بدايه مران الفريق اللي بدا في الساعه الثالثه عصرا. يمكن مستر رسالة تحدث فيها عن ضروره الفوز في هذه المباراه وعن التحفيز النفسي بشكل كبير جدا للاعبين في هذه المحاضره. ايضا كان في محاضره منفرده او جلسه منفرده بين مستر لاسيرتي مع كل من سعد سمير وحسام عاشور، كان في بعض التعليمات الخاصه ليهم. التمرين بدا ببعض التدريبات البدنيه وتدريبات الكره الخفيفه، وكان بعض الجمل وفقرات على المرمى اللي كان انهى بيها مستر لاسيرتي المران التصويت من خارج ال 18 لبعض اللاعبين. كويس. يمكن علي معلول، رامي ربيعه، مروان محسن ما شاركوش النهارده وشاركوا جزء بدني بسيط جدا في الجري حوالين الملعب، ده بسبب يعني اجهاد عام بالنسبه للاعبين، وفضل مستر لاسيرتي ان هم ما يشاركوش في المران عشان ما يجهدوش بشكل اكبر. لكن ما فيش اي حاجه بالنسبه لهم وهم موجودين في قائمه الامور جيده يعني بالنسبه لهم يا محمد. الامور جيده بشكل كبير جدا. علي معلول في شكوى معينه؟ لا، علي معلول ما فيش اي شكوى خالص. الراجل بس هو حس بجهاد بدني كامل في جسمه. مستر لاسيرتي قال خلاص يعني يريح. من فلسفه مستر لاسيرتي برضو خلينا اقول كده امير ان هو بيحب يوزع الاحمال البدنيه على اللاعبين عشان كويس في المباراه في اجهاد شديد للاعبين، يعني يبقى في زي رسم بياني كده. هو عنده استراتيجيه هو او مستر استانو ان هو ما بيحاولوا يقسموا دايما الحمل البدني على اللاعبين، وللعلم ده مش حاجه النهارده بس، دي في المران السابق لكل اللاعبين حصلت قبل كده في كذا مران، ان هو بيوزع الاحمال التدريبيه على كل اللاعبين، حتى اللاعبين المصابين بيبقى ليهم كمان برنامج تاهيلي مختلف عن بعضه. فالنهارده هم ما اشتكوش من اي حاجه، وفضل مستر لاسيرتي بس ان هم يريحوا عشان الحمل البدني، لكن هم بالتاكيد هيشاركوا في مران الغد ان شاء الله. خليني ايضا اقول لك النهارده محمد الشناوي برضو كان عنده تدريبات بدنيه منفرده ورفع الحمل البدني طبعا مستر لاسيرتي عليه. باقي اللاعبين المصابين اللي هم اللي خارج القايمه والمصابين الاخرين استمروا في تاهيلهم. يمكن الشناوي الامور كويسه بالنسبه له يا محمد. مشيته عامله ايه مثلا؟ انت شايفه ازاي يعني في الملعب؟ يعني نقدر نقول الشناوي ماشي بشكل كويس. ربما لم يكتمل بنسبه 100% ولكنه ماشي بشكل كويس. وده طبعا اللي هيبقى يعني على الاقل هيبقى بديل في هذه المباراه. تمام. قائمه الاهلي اعلنت منذ لحظات ضمت خليني اقول لك القائمه بشكل كامل. ماشي، قولها لنا نكررها مره ثانيه للجمهور. اتفضل. بالظبط. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حسام عاشور، واحمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، وايمن اشرف، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السوليه، وكريم مدبد، وناصر ماهر، ومحمد هاني، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجونيور اجاييه، ووليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمود. واستبعد مستر لاسيرتي 7 لاعبين من القايمه. يمكن هم شريف اكرامي، وليد سليمان، وحمدي فتحي، وهشام محمد، دول بسبب الاصابه، ومحمد نجيب لعدم طبعا جاهزيته الفتره الاخيره، اسلام محارب، ومحمد شريف لاسباب فنيه. نقطه مهمه حابب اوضحها. اتفضل. ضم مصطفى شوبير لقائمه الفريق رغم ان هو مش مقيد افريقيا. القائمه الافريقيه طبعا نظرا لان مستر لاسيرتي حابب ان مصطفى شوبير يكون متواجد مع تدريبات الفريق الاول بقوتها وبحماسها، ويكون تحت عينه ويشارك في التدريبات مع اللاعبين بشكل يومي في خلال الفتره اللي هيكونوا فيها في فتره المعسكر، ويعيش كمان مع الفريق حاله نفسيه. زي ما قلت لك في اول كلامي، مستر لاسيرتي عنده جزء استراتيجي بيحاول يطبقه سواء في التدريبات او سواء في الحاله النفسيه مع التعامل مع جميع اللاعبين. تمام، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ويمكن أعتقد طمنا بشكل كبير جدا على حالة الفريق قبل مباراة بعد غد إن شاء الله هذه المباراة المصيرية. خليني أعيد على حضراتكم القائمة بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ايضا محمود وحيد، عمرو السوليه، كريم ندفيد، ناصر ماهر. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه الاسماء الخاصه بلاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه.
محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاي، وليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمودي. تمام، نكمل اخبارنا ونكمل اهم الاخبار اللي نعلق عليها، وبتحديد من يورو سبورت. يورو سبورت العربيه بتقول ان اربع اشياء ممكن مستر لاسارتي يركز عليهم في الفتره ما بين مباراه شبيبه الثوره ومباراه الزمالك. احنا عارفين مباراه شبيبه الثوره ان شاء الله يوم السبت، بعد كده مباراه الزمالك يوم 30، فبالتالي عندك فتره تقريبا ما بين المباراتين اسبوعين، فتره جيده جدا. بالتالي خلال الاسبوعين ده ممكن تعمل ايه؟ حسب طبعا فكر الراجل مستر لاسارتي، لكن ممكن مثلا تجهز المصابين، عندك بعض العناصر المصابه اللي هتحاول تجهزها لهذه المباراه، راحت بعض العناصر الاساسيه، ممكن كمان يكون في مباراه وديه لتجهيز بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا خلال الفتره اللي فاتت، واكيد هيكون في دراسه قويه لفريق نادي الزمالك. طبعا الكلام عن مواجهه القمه سابق لاوانه، واكيد هتكون مواجهه اخرى حاسمه جدا بالنسبه لمشوار النادي الاهلي. وارد انك تقابل الزمالك وهو فارق عليك او عنك اربع نقاط، وارد ان هم يكونوا فرق نقطتين بس، وارد ان هم يكونوا فرق نقطه بس، ايا كان ان شاء الله المهم ان انت تكسب باذن الله مباراه الزمالك يوم 30، خصوصا ان الزمالك لسه عنده مباراه. يعني بقول الفرق ده ممكن يبقى كده او كده، لان الزمالك لسه عنده مباراه مع المقاولين، فبالتالي اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. المهم دلوقتي ان احنا نتخطى عقبه فريق شبيبه الثوره اولا، واغلاق الملف الافريقي علشان يتم التركيز بشكل اكبر في الملف المحلي. خلينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه، وكمان اخبار محترفينا في الخارج. سوبر كوره، انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري سبتمبر المقبل. اليوم السابع، اتحاد الكرة يفاضل بين معيارين لاختيار الأندية المشاركة في البطولة العربية. الفجر، رغم عدم التهديف، صلاح ثالث أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول أمام بايرن ميونخ. الوفد، مدرب ليفربول يتحسر على فرصة محمد صلاح الضائعة أمام بايرن ميونخ. فيتو، شوقي غريب يكشف حقيقة إقامة مباراة ودية أمام السويد أو الدنمارك. سوبر كورة، الأرجنتين وكولومبيا يستضيفان رسميا كوبا أمريكا 2020. سبورت 360، رسميا برشلونة يحدد مدى إصابة عثمان ديمبلي. ويليان، أتمنى بقاء هازارد في تشيلسي. طيب، في بعض الأخبار المهمة في الحقيقة، وبتحديد سوبر كورة، واللي بتقول إن انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري هيكون في شهر 9 المقبل، وده هتكون او دي هتكون بعد محاولات كبيره جدا لانهاء الموسم المحلي في مصر من خلال بطوله الدوري وبطوله كاس مصر. بكل تاكيد احنا عارفين ضغط المباريات، وعارفين تلاحم المواسم، وعارفين كميه المؤجلات لبعض الفرق اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، بالتالي ضغوط كبيره جدا على اتحاد الكره ولجنه المسابقات في كيفيه انهاء الموسم قبل شهر 9 بالتحديد، وخصوصا كمان انت عندك بطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في مصر ان شاء الله بداية من يوم 21/6 لحد يوم 19/7، فبالتالي هيبقى في فترة كبيرة فيها توقف للبطولات المحلية، لكن إن شاء الله نتمنى إن اتحاد الكرة ينجح في إنهاء هذه المهمة بشكل جيد عشان الدوري يخلص والكأس يخلص إن شاء الله، ويكون في استعداد كمان للموسم الجديد، إن شاء الله يكونوا موفقين في إيجاد حلول لهذه الجزئية بتاعتي. اليوم السابع بتتكلم على ان في معيارين لاختيار الانديه المشاركه في البطوله العربيه. بتترتب على ايه؟ بتترتب على ان الفرق اللي هتشارك الموسم القادم في البطولات الافريقيه اللي بتتمثل سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه، بالتالي ما يحقش ليهم ان هم يشاركوا في البطولات العربيه.
في المقابل الانديه اللي مش هتكون بتشارك في هذه البطولات الافريقيه، وبالتالي انت ممكن جدا ان انت تشارك في البطوله العربيه، وده تجنبا لعدم تكرار ما حدث خلال هذا الموسم في مشاركه اكثر من نادي في اكثر من بطولات، وده اللي يمكن عطل شويه بطوله الدوري. نروح لاخبار عالميه وبالتحديد عن محمد صلاح ومباراه الامس امام بايرن ميونخ وفوزهم وتاهلهم لدور الثمانيه في الشامبيونز ليج الاوروبي بعد فوزهم على بايرن ميونخ بنتيجه 3-1 في الاليانز ارينا هناك في ملعبهم. فبالتالي تقييم محمد صلاح في هذه المباراه ده على حسب الفجر الرياضي قايلين ان محمد صلاح خد ثالث اعلى تقييم بين لاعبي ليفربول امام بايرن ميونخ. ده بعد مين؟ بعد ساديو ماني اللي خد 9 من 10، فان دايك اللي خد 8.4 من 10، وصلاح اللي خد 7.9 من 10 كتقييم في هذه المباراه، وخصوصا بعد الاسيست الرائع اللي عمله محمد صلاح في الهدف الثالث. فبالتالي اكيد ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، لان صلاح اكيد بيمثل المصريين في هذه البطوله وهذا المحفل العالمي اللي اكيد ان شاء الله اتمنى ليفربول عشان احنا مصريين وبنآزر نجم كبير زي محمد صلاح يسعدونا ان شاء الله ويحاولوا ياخدوا هذه البطوله الصعبه بكل تاكيد في ظل المستويات الكبيره من الثلاثي بالتحديد سواء برشلونه يوفنتوس او مانشستر سيتي. الثلاثي دول اكبر مرشحين للفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا السنه دي بعد خروج ريال مدريد طبعا الحائز على هذه البطوله لثلاث مواسم متتاليه. الوفد بتتكلم على او بتقول خبر ان مدرب ليفربول اللي هو يورجن كلوب بيتحسر على الفرصه. امبارح كان في فرصه سهله شويه او مش سهله، حاول فيها بشكل كبير محمد صلاح وعمل فيها مجهود اكثر من رائع، لكن للاسف في الاخر هوملز على ما اتذكر هو حط رجله في الكوره بالتالي ما قدرش صلاح ان هو يصوبها. فيورجن كلوب كان شايف ان في حاله تسجيل محمد صلاح هذا الهدف كان النحس هيتفك شويه، لان احنا عارفين ان صلاح بقاله فتره مش بيحرز اهداف، لكن مش الاهم ان انت تحرز الاهداف، الاهم ان انت تساهم في فوز فريقك. احنا مركزين مع محمد صلاح ان هو لازم يحرز اهداف عشان اتعودنا على كده، لكن مش ده الطبيعي او مش ده اللي لازم يحصل. يعني محمد صلاح ليه دور كبير جدا مع ليفربول سواء في تاهله في الشامبيونز ليج او في احتلاله حتى الان المركز الثاني فرق نقطه مع مانشستر سيتي في البريمير ليج والدوري الانجليزي. كل التوفيق لمحمد صلاح ان شاء الله في مسيرته سواء المحليه او الاوروبيه مع ليفربول. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نستضيف الناقد الرياضي الكبير استاذ محسن لملوم للحديث عن العديد من الامور المحليه واكيد الامور العالميه وكمان اكثر تحديدا فيما يخص النادي الاهلي بعد فاصل. اهلا بكم مره ثانيه، لسه بينورني في الاستوديو استاذ محسن لملوم طبعا الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الاهرام، وكنا بنتكلم عن العامل النفسي اللي بيحاول من خلاله فريق شبيبه الثوره ان هو يستغله ويكون حافز ودافع ليه قبل مباراه الاهلي المقبله والحاسمه طبعا بكل تاكيد. ايه الامور الاخرى اللي بيتم التعامل معاها من قبل مستر او بالتحديد من قبل فريق شبيبه الثوره قبل مواجهه النادي الاهلي؟ في نقطتين كمان حابب اضيفهم على اللي هو التحفيز النفسي للاعيبه شبيبه الثوره. في الناس هناك بيكلموهم في ان ناصر حسين ضاي في مجموعته في الكونفدراليه مع نادي الزمالك تعادل في الدقيقه الاخيره مع نادي الزمالك بعد ما كان الزمالك متقدم 1-0، وان النادي الرياضي القسطنطيني عمل نفس الكلام مع النادي الاسماعيلي بالظبط في برضه في التعادل 1-1 برضه في الوقت المتقدم. يعني بيخلقوا لنفسهم دوافع معينه، دوافع وحوافز حتى بالزبط. لو جه فيهم جون ان هم يقدروا يعوضوا، ولو اتنين العب على ان انت ممكن تجيب جون حتى في الدقيقه 90 وقدامك 3 دقائق ممكن يعني او 3 دقائق وقت ضايع، اقصد يعني وقت ضايع ان انت ممكن تحقق المعجزه. في كمان حاجه حابب اضيفها ان رئيس رابطه الانديه المحترفه في الجزائر وعبد الكريم مدوار بعد ما شبيبه الثوره كسب فيتا كلاب المباراه الجول اللي قبل اللي فاتت راح احتفل معاهم وكرم والي بشار اللي هو الجنوب الجزائري. كل دي نوع من الحوافز. تعالى في كمان بقى امور داخليه كمان، يعني اللعيبه انت عندك في اتنين برزوا بشكل كبير جدا في الفريق، يحيى شريف او علي يحيى شريف او يحيى علي شريف كويس. بدأ كبير في السن مشكله بس هو مهاجم قوي عنده 3 اهداف والهدف اللي جابه في سيمبا الهدف الاولاني هدف رائع جدا صاروخي يعني، وبعدين سجل في النادي الاهلي وسجل تاني
في النادي الاهلي طبعا لولا ان المباراه او الكره كانت تسلل كان تسلل لكن اللعيب بدات الاضواء تطلع عليه، بدات الصحافه الجزائريه تدلعه تقول له علوله لانه اسمه علي علي يحيى شريف، بدا ده نجم في نجم ثاني برضه اللي هو حميه. اذا كان يحيى شريف واخد الاضواء ومسجل ثلاث اهداف فحميه ده جاب اربع تجوان حتى لو منهم من ضربات جزاء، ولكن برضه مدافع لاعب قوي لاعب عالي. في برضه لاعب كان غايب الماتش الاخير قدام سيمبا للايقاف اللاعب اسمه طالح، وكان المدرب كان كريم زاو كان لاعب بداله اشرك بداله اللاعب محمد لامين بركه. يعني بيجد اللي هو في وسط الملعب مدافع برضو او وسط مدافع، فهو اجاد في المركز ده بقى عنده افضليه ان اللاعب البديل اجاد والاساسي موجود بالزبط. فبرضو عنده وفره. الامور دي بتنعكس اكتر على لاعيبه شباب الصور انها ما عندهاش اي ضغوط خالص، لو اتغلبت حتى 5-0 هم كده كده حققوا انجاز خلاص، هم عملوا انجاز حتى اعطلوا القمه لمده حتى لو اسبوع ويقدروا يتاهلوا يعني بالزبط. يقدروا عندهم طبعا فرصتين مش فرصه واحده عندهم فرصتين بالظبط. وقدام فريق كبير حتى لو خسروا 1-0 قدام النادي الاهلي كلنا احنا قبل الجزائريين بنرفع لهم القبعه. كل الامور دي امور نفسيه بتفرق مع الخصم، بتدي له حافز معنوي اكبر منك انت. يعني ممكن انت تكون حتى العنصر اللي بيلعب عليه النادي الاهلي هو الخبرات والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، انا شايف انه ممكن ما ينفعش في المباراه دي لسبب، ما هو نادي فيتا ونادي سيمبا عندهم خبرات اكتر من شباب تسارو، ومع ذلك قدروا ان هم يتعاملوا ومع ذلك قدروا هم بحماس الشباب قدروا يهزموا عنصر الخبره ده. برضو جرس انذار للنادي الاهلي. المباراه دي جرس انذار للنادي الاهلي. عايز اخش بقى على النادي الاهلي في حته كده، كيف يتعامل النادي الاهلي مع حماس فريق شباب تسارو من وجهه نظرك بقى؟ لا يعني انا مش هتكلم في امور فنيه وما احبش اتكلم فيها لان مش طبعا فنيا احنا بنتكلم برضو نفسيا انت لازم اولا ما فيش حاجه اسمها مسلسل اهدار فرص، يعني ده مش وقته. ثانيا انت لازم تتقدم او يبقى فارق باكتر من هدف عشان انت تقتل عنده الطموح، لان انت لو 1-0 النتيجه معلقه حتى الدقيقه 95 لو في 5 دقائق يا سيدي، حتى لو 2-0 برضو انا مش شايفها امال، لان هو بيحاول الجون بيجيب الثاني وهكذا. يعني انا شايف ان الاهلي يقتل المباراه زي ما عمل مباراه سيمبا، ان انهى المباراه في نصف المباراه الشوط الاولاني 5-0. طبعا مش هقول 5 ولو ان النادي الاهلي قادر يعمل اي نتيجه طبعا. لكن انا بتكلم في ان ايه، ان اقتل المباراه بثلاثه باثنين حتى لو في اولها بالزبط. يعني ان انت تقتل الطموح لدى المنافس كمان عنده فرصه ثانيه او حتى يلعب عليها، ان انت اصابه حارس المرمى. عارف ان حارس المرمى طبعا السوشيال ميديا النهارده خلت الناس كلها قصاد بعض طبعا. واللغه العربيه بخصوص ان احنا يعني واحنا والجزائر واحد، فكله أكيد. بقى شايف بعضه. فالنهارده عارف ان علي لطفي اللي هو الحارس الاساسي في المباراه دي، وعلي لطفي بالمناسبه كان حارس جيد جدا، بس طبعا الغياب عن المشاركه اثر عليه واكيد ياثر عليه. اي لاعب ما بيشاركش مهما كان حتى مين لازم يتاثر، فهم عارفين النقطه دي كويس جدا. النقطه دي هيتحملها الدفاع كويس. بالاضافه لعلي لطفي، يعني علي لطفي قادر يطلع من البطوله دي بمكسب، النادي الاهلي قادر بيطلع بمكسب اسمه علي لطفي. يعني صح. انا اتذكر موسم 88-89 النادي الاهلي كان الحارس الاساسي كان احمد شوبير، وكان المنافسه كانت قويمه من الاهلي والزمالك، وبعدين اصيب احمد شوبير تقريبا في مباراه المنيا وشارك البديل ثابت البطل الله يرحمه ما كانش بيلعب بقاله فتره وتالق وكمل الموسم وعقد. حتى انا فاكر الاهلي لعب ماتشين مع نادي الزمالك في حوالي شهرين، كان ماتش الدور الاولاني متاخر، كان جمال عبد الحميد كان نجم نادي الزمالك وقتها ما عرفش يسجل فيه جون، والاهلي تعادل 0-0 في الدور الاولاني، والماتش الثاني الاهلي كسب 1-0 بهدف علاء مهيوب وخد الدوري، والاهلي يومها كسب حارس اسمه ثابت البطل او عودته طبعا حارس كبير. طبعا هو حارس كبير وكان احد اسباب ضمه للمنتخب اللي شارك في 90 في مونديال 90 في ايطاليا، راح طبعا العظيم محمود الجوهري. فعايز اقول لحضرتك ان دي فرصه لعلي لطفي كمان يكون عندك الحافز اكبر. لكن انا حابب اقف بقى عند النقطه دي وبخاطب النادي الاهلي، اداره يمكن قبل جهاز فني، انت لازم توظف حارس لاعب يكون عنده قدرات حارس مرمى، لان انت النهارده اللي خدته ده انذار. انت عندك الحارس الاساسي محمد الشناوي والحارس الاساسي برضو شريف اكرامي مصابين، يعملوا ايه طيب مثلا؟ لا لازم يبقى في لاعب من اللعيبه اللي هم بيلعبوا يعني سواء دفاع او وسط او ايا كان، يبقى عنده يعني يقدر يسد في حارس المرمى في حاله، لان انت النهارده طب خلي علي لطفي ده اتصاب بكره ولا لا قدر الله يعني او اتصاب هتعمل ايه؟ انت عندك نموذج مثال شهير، مباراه النهائي كاس مصر بين الاهلي والمقاولين سنه 2003 شادي محمد. الناس ساعتها اشادت بالكابتن شادي وان هو بس معلش هي العمليه مش ان انا بحب النادي او ابوس البتاع فاقف، لا انت كقدرات شادي ساعتها كحارس مرمى ضعيفه جدا طبيعي لا يلام طبعا ماشي. بس هنا بقى دور ساعتها طبعا كان خطا من مانويل جوزيه ان هو بدل الثلاث تبديلات في الشوط الاولاني لو تتذكر فضيع. هل هي حاجه سهله ان الجهاز الفني يعني يهيئ لاعب عمره ما واقف حارس مرمى يهيئه من دلوقتي؟
احتياطي. هيهيئوا مع الفريق في التدريبات ولا هيهيئوا؟ هقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك انت النهارده الموقف ده متعرض له قدام فريق سهل شويه وعندك فرص تاهل تكاد تكون سهله مش صعبه قوي. طب ما بالك لو كان المباراه دي نصف نهائي وقدام الترجي ولا الوداد ولا مازيمبي وعلى ارضه، هتعمل ايه؟ ما هو ايا كان انت حاولت تهيئ لعيب ان هو يبقى حارس مرمى عمره ما هيقدر يؤدي زي حارس المرمى، هتعمل ايه؟ ماشي بس اضعف الايمان، انا مش بتكلم ان هو هيقف. انا بتكلم في حاله انت النهارده عندك شريف اكرامي مصاب ومحمد الشناوي مصاب، دول فعليا. طب ماذا لو لا قدر الله اصيب على لطفي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هيقف بقى اي حد كده يجي واقف جدعانه وكلنا نسقف له؟ لا دي بطولات مش تهريج. بس خليني اقول لحضرتك برضو ان الحاجات دي نوادر لما بتحصل. بس حصلت. لكن في الانديه كلها ما فيش حد بيقدر يدرب لعيب يكون حارس مرمى، يعني بتبقى حاجه لا يعني صعبة. يهيئ يشوف من دلوقتي، انا بقول لحضرتك ماذا لو. طب ما حدش يتمنى وصعب يحصل، بس حصل. حصل النادي الاهلي في نهائي بطوله وخسر بطوله كاس مصر بسببها. والجون اللي دخل في الاهلي لو تفتكر ساعتها الجون الثاني جون عبيط جدا طبعا. بس طبعا لا يلام لا يلام الكابتن شادي بل يشكر، ولكن أكيد. انا بتكلم ايه ان حصلت الظروف حصلت انت حصلت هي. طب ما الاثنين الكبار اتصابوا وبقت كل الاهلاويه راحوا متعلقه في حصلت انت في 2003، احنا النهارده في 2019 يعني مش بتحصل كتير. طيب فاعتقد ان الموضوع صعب. هي فكره اكيد طبعا، ولكن هو انذار. انذار خلي بالك منه، انذار. يعني انت عندك الاثنين اتصابوا الاساسيين وعلى لطفي، انت كل جمهور الاهلي حاطط ايده على قلبه برضه من 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 علي لطفي، يمكن حتى في الماتش اللي فات اكتر من اللي جاي. بس الماتش اللي فات نزل ادى بشكل جيد جدا، ادى كويس، بس كله كان حاطط ايده على قلبه، كان كله قلقان لان الخلفيه كانت مش ايجابيه شويه. لكن يمكن المره دي احسن شويه، طبعا المره دي في ثقه اكبر، في اسبوع بحاله هي وعارف بقى خلاص طبعاً. في الرابط هو مبينه. نفسه كمان خد ثقه كبيره بعد المباراه اللي فاتت. صحيح، لكن انا بتكلم بشكل عام يعني شئنا ام ابينا هي البطوله الاهم، بطوله الدوري ابطال افريقيا البطوله الاهم، هي البطوله الاهم من بطوله الدوري المحلي. مش هنضحك على بعض، هي البطوله رقم واحد يعني، عشان كده البطل والوصيف بتاع الدوري بيشاركوا فيها لان البطوله الاقوى، والثالث بيروح بقى الكونفدراليه مع بطل الكاس. طبعا لا يقل من الكونفدراليه، لكن بتكلم على دوري الابطال هي البطوله الاهم طبعاً. ماديا تصنيف كاس عالم الفيفا، كاس عالم الانديه بتدي لك ريكورد النادي الاهلي لما خد بطل قاره، لا مش بطل قاره، اقصد اللي هو الاكثر تتويجا على مستوى العالم، خدها بسبب بطولات افريقيا زي السوبر افريقيا بتدي لك سبورت. يمكن نادي ريال مدريد كان ورا ايه اللي كسبه اكتر الثلاث سنين اللي فات لما خد ثلاثه دوري ابطال افريقيا، ثلاثه دوري ابطال اوروبا زائد ثلاثه كاس عالم الانديه زائد اثنين سوبر اوروبا، ففرقت معاه كتير. يمكن احنا هنا ايه هيبقى صعب علينا طبعا كاس عالم الانديه كافريقيا عامه، لكن على الاقل انت بطل دوري ابطال افريقيا بياخد اثنين بالظبط، فده السبورت الاقوى وده الريكورد الاعلى للنادي الاهلي يعني. تمام. الصحف الجزائريه، وانا عارف ان انت بتتابع الصحافه الجزائريه بشكل كبير جدا، الصحافه بشكل عام العالميه يعني، بيتكلموا عن هذه المباراه ازاي وشايفين فرص فريق ازاي خصوصا بعد المفاجاه اللي هم وصلوا فيها حتى الان؟ كل طبعا بيديله حقه من دلوقتي بصراحه، كلهم فرحانين، كله عمال احنا نجم الجنوب اللي هو الجنوب اقصد عليه شباب التصور يعني، على قمه مجموعه فيها العملاق، فيها عملاق القاره ونادي القاره النادي الاهلي، وفيها برضه فريق شرس اسمه فيتا كلاب. هم بيحتفلوا بده وما زالوا بيحتفلوا بده وحقهم يحتفلوا بده. وطبعا بيقولوا بقى نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي، ان انت ايه بروح الشهداء وعزيمه مش عارف الامور اللي كلمت عن حضرتك فيها في الاول اللي هي الامور النفسيه، ابرزوا تماما موضوع عبد الكريم دوار اللي هو رئيس رابطه المحترفين، رابطه المحترفين الجزائريه لما راح او الانديه المحترفه عفوا، لما راح احتفل معاهم بفوزهم على فيتا كلاب مع انه ممكن ما يتاهلوش، كان لسه في سيمبا، ولكن الامور دي بتدي سبورت اكتر للاعيبه، وعارفين طبيعه الشخص المواطن الجزائري دايما بيلعب له على الرايه الوطنيه طبعا. العلم بلادك الدم الامور دي خلاص هو شعب ثقافته كده يعني. ايه الناس بتقول لك عنيف والكلام ده كله، لا طبعا كل مكان متحمسين حماسي اكتر، فالامور دي يعني دايما بيلعب على روح الشهداء، وحتى انا بشوف ان الكلام ده مبالغ فيه، بس هو في النهايه دي ثقافتهم وده اللي بيديله يعني. يقول لك احنا اروح الشهداء شطرفرف على ارض الفراعنه، هو وجهه نظره كده، هو بيدخل الشهداء في كل حاجه. طبعا الشهداء شرف لينا قبل ما يكون شرف ليهم، لكن انا بتكلم ان هم باي حاجه تحفز بيديها للعيبه يعني. عملوا فيديوهات للعيبه اللي هم الاطفال اللي هم مصابين متلازمه الدرون، هم عاملين شوف اللعيبه عماله تبكي لان هم شباب برضه صغير، لعيبه شباب صغير ما عندوش خبره، فهو بيتاثر بالكلام ده ويشوف اللعيب
صوره الطفل المصاب وهو بيتكلم بينطق اسم اللاعب مش عارف ينطق مش عارف ينطق بحكم يعني المرض فبيكتب يحيى شريف. يعني الفيديو موجود يعني معانا حتى مش مهم نذيعه، ولكن بتشوف اللعيب لقطه بيجيبها على اللعيب وهو بيتاثر بده، ما هو ده بيديله سبورت، ده بيديله سبورت طبعا. هي الصحافه برزت ده وبتبرز ده، وشباب الصوره في ارض الفراعنه وصلوا خلاص، او اعتقد يكون وصلوا البرنامج خلاص. شغال بالظبط في في اللحظات دي يعني يكونوا وصلوا بالسلامه ان شاء الله. هم بيتكلموا بقى على ان انت اي نتيجه هم متحررين تماما، الضغوط كلها على النادي الاهلي بالظبط. طبعا كشفوا او اتكلموا عن حته الجمهور اللي هو بعد ما كان 10 بقى 15 وممكن يبقى قابل للزياده، ان ده جمهور عظيم وده جمهور كبير. وحتى رئيس النادي يمكن محمد زروتي قال لك احنا بنلعب للمجد وللتاريخ قدام النادي الاهلي، ان حتى هو فاز النادي الاهلي فالف مبروك ليه والموضوع منتهي. بمناسبه الاهتمام الاعلامي بهذه المباراه، احنا عندنا مواجهتين مصريين جزائريين، الاهلي مع شباب الثوره والزمالك مع نصر حسين ضاي، ماتشين مهمين جدا، نتمنى التفوق لمصر طبعا في الماتشين دول. الاهلي ان شاء الله يتاهل وباذن الله الزمالك كمان يتاهل. صحيح. هل الاهتمام الاعلامي بالمباريتين هو هو نفس الاهتمام بالزبط. خصوصا ان فريق نصر حسين ضاي اعتقد عنده جماهيريه اكبر اكيد من شباب الثوره. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان هم اللي اكنها مرايه، يعني الصحافه هنا والصحافه المصريه والصحافه اكنها مرايه. يعني احنا بنتكلم بنقول ايه، مش عارف القطبين المصريين مش عارف او تاهل مرتبط باقدام جزائريه، هم برضو هناك بيتكلموا يقول لك مرتبط باقدام مصريه. واي اقدام مصريه؟ النادي الاهلي ونادي الزمالك، قطبي الكره في مصر وفي الوطن العربي، واللي حضرتك عارف بقى وافريقيا والكلام اللي انت عارفه ده كله. لكن هم بيتكلموا في حته ايه، يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان شباب الثوره في الدوري الجزائري المركز السابع، اعتقد نصر حسين ضاي في المركز الخامس تمام او التاسع عفوا. هو شباب قسنطين اللي هو الرياضي القسنطيني اللي بيلعب مع الاسماعيلي، هو او اللي لعب مع الاسماعيلي هو اللي في المركز الخامس. ومع ذلك برضو عنده شعبيه يمكن بحكم القدم. يمكن اتذكر مباراه الاهلي ونصر حسين ضاي لو تفتكر برضو، اللي كانت في البطوله العربيه السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت 2017، الاهلي كسب استاد السلام هدف عمرو بركات. هدف عمرو بركات برضو لو تاخد بالك هم كسبوا مع الوقت، روح الفريق. يمكن حتى بالصدفه كان المدرب بتاعهم نبيل نجيز اللي هو كان مدرب شباب الثوره لما الاهلي تعادل معاه هناك، ودلوقتي طبعا استقال ومسك مكانه كريم زاوي برضو كان في الجهاز المساعد او الجهاز الفني. فهي الروح واحده، هم كلهم بيسيروا في بوتقه واحده. طبعا تاهل المصريين متعلق باقدام جزائريه، وتالق الجزائري متعلق باقدام مصريه ان شاء الله. اتمنى الاقدام المصريه هي كل التوفيق طبعا، اهلي وزمالك يعني ان شاء الله في الماتشين ان شاء الله. بالتحديد بقى النادي الاهلي، العوامل او بخلاف العوامل، عايز اتكلم شويه من الناحيه الفنيه. مش هنتكلم على التشكيل او حاجه، لكن نتكلم في بعض العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي. من وجهه نظرك مين اللاعبين اللي هياثروا باذن الله تاثير ايجابي في فوز النادي الاهلي؟ قبل ما اقول الحته دي عايز اقول لحضرتك برضو النادي الاهلي نفسيا ماشي كويس. يمكن يعني زياره الكابتن محمود الخطيب طبعًا للتدريب، زياره مانويل جوزيه اللي هو طبعا ايقونه عند الجمهور، دي حاجه كويسه جدا. ضم مصطفى شوبير، ضم مصطفى شوبير ده يحط تحتها 100 خط رغم انه مش مقاعد افريقي ومش هيلعب طبعا، ولكن ده برضو نوع من الحافز النفسي. كمان جلسات لاسارتي مع كل اللعيبه متكرره ده كويس جدا، ده عامل نفسيه كويس. الاهلي برضو ماشي نفسيا كويس. لكن في مباراه البعض بيحاول يشكك في الاهلي وقدرات لاعبيه خلال الفتره اللي فاتت، انا مش عارف ليه بصراحه. هل هزيمه مباراه واحده ممكن تعمل كل الكلام؟ لا، هي هزيمه مباراتين بس انا ماشي اوكي مباراتين في البطوله، لكن انا قصدي قبل المباراه بتاعت فيتا كلوب الاهلي كان ماشي كويس جدا محليا، يعني ماشي باداء كمان كان اكتر من بس انت النادي الاهلي عارف انه عنده ماتشين بره، فيتا مباراه سيمبا وفيتا كلوب الاثنين بره، باي منطق خد منهم نقطه طبعا ده كلام يعني تعادل وتغلب حقيقه طبعا. تعادل الاثنين مش هقول لك تكسب يعني، ولو ده عادي بالنسبه، لكن ما تخسرش الاثنين تمام. هتجيبها يمين هتجيبها شمال ما تخسرش الاثنين. اكيد النادي الاهلي ما يطلعش صفر من بعد الجوله الثالثه الاول بسبعه، الجوله الخامسه الثاني بسبعه، هو زي ما هو صح. لا ما الله يليق طبعا بالنادي الاهلي، وانت اللي ده هتدخل نفسك في حزبه بيرما ليه؟ تخيل النادي الاهلي النهارده بيلعب بفرصه واحده هي الفوز بالظبط. اي نعم المنافس مش بالثقل، بس انت ليه تحط نفسك في حاجه زي كده؟ يعني انت عندك صحيح. هنقول ان ماشي ما كانش في توفيق خلال المباريات دي بالتحديد سواء سيمبا او فيتا كلوب، لكن الاهم اللي جاي الاهم هل ده دور الاعلام اللي المفروض يقوم بيه ان انا احفز اللاعبين وساند فريق مصري بيمثل مصر في بطوله زي دي، ولا هو دور اللاعيبه والجهاز الفني قبل الاعلام؟ اكيد طبعا الاعلام انعكاس اللاعيبه والجهاز الفني ده مفروغ منه
ما انا اقول لحضرتك على حاجه، الاعلام دور الاعلام، وانا هنا طبعا احد اللي عاملين في هذا المجال، ان انت يعني بالظبط يعني عمر ما هيكون بيأدي وحش ونطلع نقول هنا ده كان رائع. لا طبعا عمر الاهلي مثلا يعني الاهلي مثلا اتغلب، لازم نبقى منطقيين برضه يعني، لازم نكون منطقيين ما نضحكش على نفسنا وفي معقل قناه النادي الاهلي ما ينفعش نطلع اصل الحكم ظلمنا. لا انت لا 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 لا. انت اللي ادائك الاهلي ما بيبقاش دايما ليه اعذار خالص في اي مباراه بيخسرها، عشان بس نكون واضحين وصراحه. لكن انت لما تلعب بشكل كويس جدا واداء رائع وتكسب عن جداره واستحقاق، الناس المنافسه هيشد بيك قبل. يعني خلينا ناخد درس من دوري ابطال اوروبا، شوف الناس عامله ازاي، 5 ريمونتادا من 8 يعني، مباريات حسمت في الجوله الاولى في مباراه الذهاب تعكس في مباراه الاياب، والعيار الثقيل ابرزهم رونالدو او مش أبرز ده كلهم ابرزهم يعني ده كلهم. لما فريق مانشستر يونايتد يغلب على ارضه 2-0 معاه تخمه من النجوم ويروح باريس سان جيرمان في معقل عنده 10 لعيبه 10 لعيبه بيلعب بفريق مدارس زي ما بنقول بالظبط، ويكسب 3 حتى لو كان بالفار ولا مش الفار، ما هو في النهايه الناس يعني باريس سان جيرمان ده ملوش وش يتكلم تاني لا بصراحه بصراحه يعني سنتين ورا بعض فريق اياكس امستردام قدام ريال مدريد يتغلب على ارضه 2-1، ولدرجه ان القائد راموس بياخد الانذار الثالث متعمد عشان كده كده بقى يخش على دور النهائي. هنتكلم بتفصيل اكبر علشان عارف ان انت طبعا ملم بكل الاحداث الاوروبيه بشكل كبير جدا، لكن برضو العناصر ما قلتليش عليها اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي. بصراحه علي معلول كويس، وليد ازارو تحديدا أزارو. وليد ازارو عشان الماتش ده عايز سرعه، ان الفرق الصغيره دي الصغيره برضو بين قوسين بتكلم في الصغيره سنا وليست لا نقلل من الفرق الصغيره، حديثه العهد دي لازم تباغتها. يعني لو تتذكر مباراه الاهلي والقطن الكاميروني في نهائي 2008 انت كسبت البطوله في اول 13 دقيقه جون وائل جمعه في الدقيقه 3 وبعدها ما اعرفش ب 10 دقائق جون فلافيو خلص الموضوع. كان جون حلو بتاع فلافيو بالظبط، رائع جدا الراس الرومان بيلي صحيح. انت خلصت على الفريق في اول 10 دقائق، انت خدت بطوله في اول 10 دقائق من 180 دقيقه خلاص، انت بقيت الماتش 0-0 اهدرت بقى ما اهدرتش مش مشكله، انت الفريق ما شافش قدامه صح. ده اللي المفروض يحصل مع مع فريق حديث العهد قليل الخبره، انت لازم تباغته بهدف والتاني يعني هلم اكتر من 2 و3 يعني، لكن انت لازم تخلص المباراه دي، مش دي مباريات البدايات وليست مباريات النهايات يعني. ايه مش هنتكلم بقى في الشوط الثاني، الشوط الثاني ده والحاجات دي في مباراه زي مباراه الاهلي وصفاقس في رادس اللي هو ايه عدي بس الاولاني 0-0 وبعدين الضغط ليك سيناريو معين ليك سيناريو معين اللي كان عامله مانويل جوزيه بذكاء، وطبعا ان انت لازم تضغط على اللي هو اللي بيبقى تحت الضغط انه بيحافظ وخايف يجازف فيخش فيه، وحصل طبعا ان الاهلي فاز. لكن المباريات دي لا خلص من الاول دي تخلص يعني، في حاجات كده ده السيناريو مين يتيح لك الكلام ده. طبعا باكد ان انا ماليش ان اتكلم في الامور الفنيه، لكن وليد ازارو بسرعاته اكيد انا ليه انا شايف برضو من ضمن الاخبار حيره ما بين مروان محسن اعتقد ان وليد سرعته اكتر يعني، ويعني قوي في تدخلاته شويه ممكن يعني يعمل حاجه اكتر شويه عن مروان. طبعا رغم تالق مروان في الحقيقه طبعا لا ننكر ذلك، هو طبعا الرائع طبعا علي معلول او تالق التوانسه الملفت للنظر في مصر الفتره الاخيره، طبعا علي معلول في النادي الاهلي حاجه رائعه جدا بسم الله ما شاء الله، بيفرق كتير مع النادي الاهلي طبعا. دي العوامل اللي تقدر تحصل مع النادي الاهلي طبعا الى جانب الكل يعني، انا دايما بقول محمد هاني بقى السوليه ايا كان اللي هيلعب النادي الاهلي قادر باي 11 يحقق المطلوب، وطبعا فرصه عظيمه لعلي لطفي انه يثبت نفسه ويبقى النادي الاهلي عنده حارس بدل الناس عماله تتكلم ان مش عارف شوف عامر شوف مش عارف مين. لا على فكره الاقرب الشناوي انه هيلعب ماتش، ما انا قريت برضو الكلام ده و دي معلومه انا بقول لك ما فيش مشاكل حتى لو لعب علي لطفي حتى لو لعب علي لطفي كلنا ثقه اكيد فيه ما فيش مشاكل وهيأدي كويس باذن الله حتى ويلعب علي لطفي ويلعب الشناوي ويبقى احتياط عليه مش بالظبط مش فرق المهم الهدف يتحقق يعني بالظبط. الفرق الكبيره لما بيغيب منها واحد حتى لما الاداء بيلعبوا بشكل جماعي ما حدش بيحس بالكلام ده. تذكر ماتشات كتيره غاب فيها احمد فتحي، مباراه النجم والاهلي اللي هي 6-2 السنه اللي قبل اللي فاتت لو تذكر كان احمد فتحي غايب للانذار، وليد سليمان غاب ماتشات كتيره صح. وهو كان النجم الاوحد او النجم الاول في الفريق، لكن لما الفريق بشكل عام بيلعب بشكل كويس لما بيغيب حد ما حدش بياخد باله منه. حضور 15,000 مشجع ومتحمس في هذه المباراه من جمهور النادي الاهلي، ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لهم؟ والله طبعا نفس رساله النادي الاهلي انه يلتزم بالتشجيع، وانتوا راعوا دايما ان انتوا 15 فمعلش مطلوب منكم جهد اعلى شويه بالزبط. لان المفروض اصلا ده النادي الاهلي بيحضروا 80 و60 يعني احنا لما نقول كده ما حضرش 50 صح. اذا كان هو يعني المتضرر من موضوع غياب الجمهور ده الانديه الجماهيريه اهلي وزمالك واسماعيلي بقى ومصر والى اخره، لكن وتحديدا في الماتشات دي مين اللي استفاد في غياب الجمهور؟ الانديه المنافسه اللي بتيجي تلعب افريقيا
هنا في الاهلي والزمالك. يمكن الحمد لله بدانا نلعب بشويه، حتى لو 15 للاسف هم ما بيبانوش في ملعب زي برج العرب، يعني برج العرب كبير ساعه 80,000، لما تحط فيه 15 محدش ما بيبانوش قوي، لكن قادرين ان شاء الله بصوتهم العالي والتركيز مع الفرقه ان هم يكونوا سبورت كبير للفرقه. تمام. ان شاء الله. قبل ما نختم سريعا نتكلم بسرعه عن اوروبا والتشامبيونز ليج، توقعاتك مين اللي يقدر ممكن يكمل في البطوله لغايه النهائي؟ ليفربول، عندك ليفربول وبورتو واياكس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، هو حسب الورقه، ولكن وان كان حسن الطالع بيقول لبرشلونه، برشلونه لان برشلونه في 2008 2009 من 10 سنين كان اول مره يصعد او اخر مره يصعد اربع فرق من 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 الدوري الانجليزي بالزبط. وكان خارج ريال مدريد على ما اتذكر، وكان هو كمان كان برشلونه كان قابل ليون، هو برضه قابل المره دي ليون وكسبه 5 فالشيء بالشيء يذكر، لكن طبعا برشلونه فريق قوي، لكن السيتي برضه فريق قوي، يعني ما بصراحه اوروبا ما ينفعش مش قادر تتوقع، ما معش توقعات. تمنياتك طب ليفربول صح؟ ليفربول طبعا مش عايز اتكلم، فاكيد تمنياتنا كلنا ليفربول بكل التوفيق. اكيد بشكرك استاذ محسن، طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده، وحلقه كانت مهمه ومميزه جدا. شكرا جزيلا. طبعا ضيفنا العزيز استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الاهرام الرياضي، اكيد بنشكره شكرا جزيلا على هذه الفقره الهامه جدا، وزي مع نهايه الحلقه ما تمنينا فوز ليفربول بالتشامبيونز ليج، الاهم بقى نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه ان شاء الله بعد بكره امام فريق شباب الثوره، وان هو يقدر يحقق فوز يأهله لدور الثمانية، ومن ثم ان شاء الله استكمال هذه البطوله حتى النهايه، عشان ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق هذا اللقب الغائب لاكثر من 5 مواسم، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في هذه المباراه، وكل دعم جماهيره في مباراه يوم السبت ان شاء الله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده، الى اللقاء.